أفادت مصادر محلية بمقتل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وإصابة آخرين بهجومين لمقاتلي العشائر في ريف دير الزور الشرقي. الهجوم الأول استهدف مقرا عسكريا في محيط بلدة الشعفة وأسفر عن مقتل 5 عناصر استنفرت على إثره قوات سوريا الديمقراطية واستقدمت تعزيزات عسكرية، وأصيب في الهجوم الثاني 3 عناصر باستهداف مقاتلي العشائر لسيارة عسكرية متجهة إلى بلدة الباغوز. كما اندلعت اشتباكات بين الطرفين قرب جسر مدينة الميادين بالريف ذاته. برأت هيئة تحرير الشام عبد القادر الحكيم الملقب أبو عبيدة الحدية المتهم بالعمالة، وذلك بعد مقتله في سجون الأمن العام في أيلول الماضي. وتداولت حسابات على تليجرام بيانا يحمل توقيع اللجنة القضائية التي شكلت للنظر في ملابسات مقتل الحكيم، أقرت ببراءته من التهم المنسوبة إليه، بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اتفاقا أبرم بين جهاز الأمن العام وورثة الحكيم يفضي بدفع نحو 50 كيلوغراما من الفضة لهم على أن يتنازلوا عن الدعوى المقدمة أمام اللجنة القضائية. قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن حكومة إقليم كردستان العراق تعتزم ترحيل دفعة جديدة من السوريين إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي البلاد. ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام عن مصادر لها أن الدفعة الثانية من السوريين الذين سترحلهم سلطات أربيل ستصل خلال الأسبوع الجاري إلى مناطق سيطرة قسد بعدما وصلت الدفعة الأولى منهم الأربعاء الماضي. وبحسب المصدر فإن عدد المرحلين السوريين في الدفعة الأولى لم يتجاوز 40 شخصا، على أن يتجاوز عدد المرحلين في الأسبوع الجاري 60 شخصا. شهدت محافظة حماة ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بمرض اللاشمانيا أو ما يسمى شعبيا بحبة حلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبحسب مركز مكافحة اللاشمانيا في حكومة النظام فقد تم تسجيل أكثر من 1500 حالة خلال شهر آذار الماضي. وأرجع رئيس المركز سبب ارتفاع عدد الإصابات إلى الوضع الخدمي المتردي الناتج عن قلة النظافة في عدد من الأحياء والمناطق وقيام البعض بتربية الماشية والطيور داخل أو قرب المنازل السكنية بما تخلفه من روث وتخمرات وحشرات. تعالت صيحات الصناعيين مجددا من جميع مناطق سيطرة النظام مطالبين بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد غرف الصناعة السورية لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج. وبحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام طالب الصناعيون بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل لعجلة الإنتاج، مؤكدين أن مشكلة الصناعة تتكرر كل عام من دون أي حلول، وبأنهم متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة. ختام نشرة أحوال لحلقة اليوم. أما الآن إلى ملفات الليلة، ونبدأها باختطاف لاجئ سوري في لبنان وتعرضه للتعذيب، وبطلب ميقات من ماكرون بدفع الاتحاد الأوروبي لإعلان مناطق آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين.